سنة عن سنة أسعار الموبايلات تصعد ويغلى سعرها. صحيح أنه الحياة بصورة عامة صارت أغلى، لكن هاي الأيام أشوف أنه أسعار الموبايلات مبالغ بيها جدا، وهذا السبب خلاني أتساءل شنو هو أفضل أرخص موبايل؟ مو أرخص موبايل ولا أغلى موبايل، لكن أفضل أرخص موبايل. والصراحة في الأسواق هواي موبايلات تتنافس على الميد رينج فون أو أسعار الفئة المتوسطة أو هواتف الفئة المتوسطة، خصوصا في الاندرويد. لكن اليوم جبت لكم ملوك الفئة المتوسطة من ابل واندرويد، ايفون اس اي وون بلس نورد، واثنيناتهم نزلوا هاي السنة. الايفون اس اي كان هو اختيار الوحيد والحتمي لانه هو الموبايل الوحيد بهاي الفئة. بالنسبة للون بلس نورد هو كان طبعا اختيار مو صعب ولكن مو سهل بنفس الوقت، لانه ون بلس تغلبت على عملاقي اندرويد جوجل وسامسونج ونزلت هيتش موبايل بهيتش سعر وبهيتش مواصفات كلش حلوة كلش قوية، نقدر نقول عليها شبه فلاجشيب فونز. واليوم راح اسوي لكم مقارنة بسيطة بين هاي الموبايلين ونبدأ بالديزاين. الديزاين بالنسبة للايفون اس اي فهو معروف بالنسبة لنا، لان هذا الموبايل هو اصلا حرفيا يشبه الايفون 8 اللي نزل قبل 3 سنوات، مع تغير وحيد بالشكل الخارجي اللي هو اللوجو شالوه من كان شوي لي فوق، نزلوه للوسط حتى يتناسق ويا بقية الايفونات اللي نزلوها بالعام الماضي اللي هو ايفون 11 وال 11 برو وال 11 برو ماكس. بالاضافة انه هذا الموبايل يجي بثلاث الوان اللي هو الابيض والاسود والبرودكت ريد او الاحمر اللي تروح ارباحها للمنظمات الصحية. غير هذا ماكو اي تغيير بالنسبة للتصميم الخارجي عن الايفون 8، الا انه ما زال افضل من الاس اي الجيل الاول اللي ما زلت الى اليوم احتفظ بنسخة من عنده. عكس جدا تصميم الون بلس نورد اللي تحس انه تصميم حديث، تحس انه تصميم تعبوا عليه، وحقيقة انه هم تعبوا عليه صمموا تصميم جديد، ما استوحوا او ما جابوا تصميم قديم وخلوا به هذا الجهاز الجديد، لا تصميم جديد جدا. غير هذا تقدر تقول عليه انه هو موبايل حديث معاصر تصميم حديث يتناسق مع الوقت الحاضر، موبايل 2020 بحواف متكاملة، ويجي طبعا بلونين، اللون الرمادي واللون الازرق. والشيء الثاني الملحوظ بين هاي الموبايلين هو فارق الحجم، مو بس بالجسم لكن بالشاشات تكاملها. طبعا الايفون يجي بشاشه LCD 4.7 وبتردد 60 هرتز، بينما ون بلس نورد يجي بشاشه 6.44 انش فلويد اموليد اللي تجي بتردد 90 هرتز، وهذا من الموبايلات القليله اللي تجي بهذا السعر واللي تجي بشاشه تردد 90 هرتز اللي تعطيك احساس وشعور ثاني افضل بالسكرولينج. وهنا نقدر نقول بكل ثقه انه ون بلس نورد هو صاحب افضل تصميم وشاشه بين هاي الموبايلين. والشيء اللي يحسب للايفون هنا انه هو مصنوع من الزجاج او ظهر زجاج وإطار معدني صلب مات، لكن الون بلس نورد مصنوع من البلاستيك وإطار من الألمنيوم. كل الموبايلين يدعمون التاتش اي دي أو بصمة اليد، لكن بصمة اليد في الآيفون هي أفضل، خصوصا أنه هي فيزيائية ملموسة موجودة في زر الهوم، بينما في الون بلس نورد هي داخل الشاشة، شيء حديث لكن فعاليتها راح تكون أقل، خصوصا أنه أنت لازم تصح الموبايل قبل ما تستخدمه أو تسوي ويك أب للموبايل تنقر على الشاشة قبل ما تقدر تستخدمها، وهذا الشيء راح يجعل انه الايفون راح يشتغل بساعة وفعالية افضل، لكن التاتش اي دي بكل الموبايلين شيء جميل. والشيء اللي يحسب للايفون مرة ثانية انه يشتغل بنظام الاستيريو مود او انه السماعتين يشتغلن في ان واحد بالفيديوهات بالموسيقى من فاتح السبيكر، فانه السماعتين يشتغلن اثنيناتهم، بينما في الون بلس فهي سماعة واحدة لا غير. لكن من النقاط المهمة هاي الأيام بالموبايلات هو الكاميرا أو الكاميرات بمفهوم الموبايلات الحديثة. بالنسبة للآيفون فهو يجي بعدسة واحدة أو كاميرا واحدة من الجهة الخلفية 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.8 وتصور 4K حد 60 فريم بالثانية. كاميرا كل زينة وبسيطة وتؤدي الغرض بالنسبة لهواتف من الفئة المتوسطة. لكن بالجهة المقابلة بالنسبة للنورد فهو يجي بأربع كاميرات: كاميرا ACI 48 ميجا بكسل، وكاميرا ألترا وايد 8 ميجا بكسل، وكاميرا زوم 2 ميجا بكسل، وكاميرا عمق 2 ميجا بكسل. على الرغم تعدد العدسات والكاميرات بالنورد، الا انه معظم الناس راح تستخدم الكاميرا الرئيسيه وراح تصور ب 12 ميجا بكسل لا اكثر، وبالنسبه لتصوير الفيديو راح يكون اقصى شيء 4K 30 فريم بالثانيه. انا عن نفسي راح افضل كاميرا ابل على اربع كاميرات اللي موجوده بالنورد، لانه 99% راح استخدم الكاميرا الرئيسيه اللي هي 12 ميجا بكسل، وافضل طبعا ال 4K اللي 60 فريم بالثانيه على ال 4K 30 فريم بالثانيه، لانه الفيديو بالنسبه لي اهم من الصوره وال 60 فريم اهم من ال 30 فريم. والشيء اللي يحسب للنورد هاي المره بهاي الكاميرات انه هو يصور بخاصيه التصوير الليلي، وهاي الخاصيه مو موجوده بالايفون. بالنسبه للكاميرات
الاماميه فالايفون يجي بعده سوى وحده 7 ميجا بكسل وتصور 1080 بي 30 فريم كاقصى حد، بينما في النور راح يكون عندنا كاميرتين، كاميرا رئيسيه 32 ميجا بكسل وكاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل. وهاي الكاميرا الترا وايد كلش حلوه من تاخذ صور سيلفي جماعيه، راح تعطيك مجال اكثر للصوره. والشيء الغريب بالنور هنا انه هو يصور بهاي الكاميرا الرئيسيه 4K 60 فريم بالثانيه، وهذا الشيء الغريب اللي مو موجود بالظهر او الكاميرا الرئيسية اللي موجودة بالظهر. والشيء الاغرب انه الون بلس 8 برو الموبايل فلاكشيب او الاغلى من ون بلس ما يدعم هاي الخاصية اللي هي التصوير 4K ب60 فريم بالثانية. الصراحة مو فاهم هذا الموضوع، بس ممكن تجي بموبايلاتهم المستقبلية. وبالنسبة للكاميرات اعتقد هذا يكون تعادل، لانه هذا تفضيل، يعني ممكن الناس تفضل تعدل الكاميرات ويكون ناس تفضل لا كاميرا واحدة وامكانيات افضل، فاني اشوف هاي النقطة متعادلة نوعا ما. بالنسبة للسوفتوير فأبل هنا سوت في شيء غير متوقع، انه خلت افضل معالج عندها اللي هو A13 بايونيك الموجود بالايفون 11 والايفون 11 برو وال11 برو ماكس، يعني افضل معالج عندها في اغلى موبايلاتها موجود في ارخص موبايلاتها، وهذا الشيء كان غير متوقع جدا، يعني غير مطلوب من ابل اصلا انه تخلي هذا المعالج بهذا الموبايل، وهذا الشيء راح يخلي الموبايل انه يشتغل بصورة كلش سلسة وكلش سريعة وكلش قوية ويعطي عمر كلش طويل، بسبب انه امكانيات الموبايل هاي بسيطة ما تطلب هيك معالج قوي، يعني كان ممكن يخلون ال 12 او ال 11 بايونيك، لكن هم خلوا افضل معالج عندهم وانطوك الموبايل رخيص راح يدوم وقت طويل باعتقادي. بالنسبة للنوت فهو يستخدم معالجات كوالكوم سناب دراجون 765 اللي يدعم ال 5G، وصحيح انه هذا المعالج مو افضل معالج موجود من كوالكوم، لكن انه هذا جدا جيد بالنسبة لهيك موبايل امكانياته همينة بسيطة جدا ويدعم ال 5G، ال 5G اللي مو موجودة في اي جهاز من اجهزة ابل. بالنسبة للمشغلات او السوفت وير فالايفون اس اي يستخدم نظام الاي او اس 14 اللي صدر قبل اسبوعين، وهذا النظام المدعوم من شركة ابل اللي يعطيك تحديثات لغاية سنوات طويلة، ممكن 5 او 6 سنوات، وهذا الشيء حلو بالايفون اذا فضلت على الاندرويد انه تحصل تحديثات لوقت طويل، يعني 5 او 6 سنوات، بسبب انه ابل نفسها هي تصنع السوفت وير مالتها. بينما في النورد عندنا نظام اوكسجين او اس 10.5 اللي مبني على اساس اندرويد 10 واللي هو يعتبر واحد من افضل نسخ اندرويد طبعا. وعدت ون بلس بتحديثات لمده سنتين وتحديثات الحماية لمدة 3 سنوات، وعلى الرغم انه رام في الايفون 3 جيجا بايت بينما في النوت 8 جيجا بايت وخيار اخر 12 جيجا بايت، الا انه اداء الايفون راح يكون كلش قوي بسبب وجود معالج قوي وامكانيات بسيطة مثل ما ذكرنا، ما تتطلب رام اكثر من هذا. واعتقد هاي النقطة تفضيلية همينة، تتبع انت شنو تستخدم، تستخدم اي او اس راح تفضل الايفون بهاي النقطة، تستخدم اندرويد راح تفضل ون بلس طبعا بهاي النقطة. والنقطة الأخيرة والمهمة أيضا اللي أريد أتطرق لها اللي هي حجم البطارية، وبدون منازع النورد هنا أكيد راح يفوز بهاي النقطة، بسبب إنه بطاريته تقريبا أكثر من ضعف بطارية الآيفون 4100 أمبير مقابل 1800 أمبير، يعني أكثر من الضعف، فهذا الشيء بدون منازع راح يكون للنورد، لكن النورد ما يدعم الشحن اللاسلكي بينما يدعم الشحن السريع وتجي وياه بالعلبة شاحنة تدعم 30 واط، بينما في الآيفون يدعم 18 واط، ومن المتوقع انه الشاحنة ما راح تكون موجودة عند اصدار الايفون الجديد، لان في اصدار الايفون الجديد ايفون 12 ما راح تكون شاحنات، لذلك لو حاب تشتري هذا الموبايل لو قررت لحد الان انه انت تشتري الايفون اس اي اشتري هسه، لان بعد اسبوعين من يصدر الايفون ما راح يكون اي موبايل او اي ايفون بشاحنة، مجرد الكاب. ومثل ما ذكرنا انه الايفون يدعم الشحن اللاسلكي بسبب وجود ظهر الزجاجي مو مثل النورد اللي ظهره يكون من البلاستيك، لكن هي نقطة هنا ونقطة هناك، هاي همين الشغلات ممكن انت تفضلها. اذا كنت تفضل شاحنة تجي ويا الموبايل تشحن 30 واط او موبايل تجي بشاحنة 18 واط او اصلا ماكو شاحنة ولكن يدعم الشحن اللاسلكي، فهاي امانه ممكن انت تفضل هاي النقطه عن هاي النقطه. اكو نقاط ثانيه مو ذات اهميه ما ذكرتها، مثل انه الايفون يجي باي بي 67 المضاد للماء والغبار، وانه الون بلس نوت يجي وياه حافظه شفافه تقدر تستخدمه مباشره في العلبه. بالنسبه للاسعار فاثنيناتهم يبدون ب 400 دولار، طبعا هذا السعر طبعا على حسب الدول اللي انت بيهم. وبالنسبه للايفون يجي بمساحه داخليه 64 جيجا بايت، واذا اردت مساحه اكثر 128 فتدفع 50 اضافيه، واذا دفعت 100 اضافيه راح تحصل 256، بينما في النورد
راح يكون عندك مساحتين تخزينتين، واحده 128 اللي تبدا ب 400 دولار مع 8 جيجا بايت رام، واذا دفعت 100 دولار اضافيه راح تحصل على 256 و12 جيجا بايت رام، يعني تقريبا الاسعار متقاربه نوعا ما. الخلاصه انه كل الموبايلين رائعين بفئتهم، يعني الون بلس نور رائع وجيد من فئه الاندرويد، وهذا الموبايل اللي راح اختاره لو اريد اشتري موبايل رخيص وبنفس الوقت زين، وبنفس الوقت راح يكون عندنا من فئه الاي او اس او من فئه ابل اللي هو الايفون اس اي، يعني ما راح اقول انه هذا افضل من هذا ولا هذا افضل من هذا، وهذا الشيء تابع لك انت تفضيلي انت تفضله. اثنيناتهم جيدين، اثنيناتهم رائعين، اثنيناتهم بنفس السعر، اثنيناتهم بهم مواصفات كلش قويه وحلوه. واذا قلت لي شنو اختار من بيناتهم راح اقول لك اذا انت اندرويد فاختار ون بلس نورد، واذا انت ايفون فاختار الايفون اس اي مختصر مفيد. كالعاده اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون زر الجرس، لانه بالايام القادمه راح نشوف ون بلس جديد وايفون جديد. سلام.